احدى المخالفات اللي دائما ما نتكلم عنها هي غلق المسار الايمن من الشارع، وهذه من المخالفات. السلام عليكم، شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير. احنا اولا شاكرين التزامك وارتدائك حزام الامان، لكن عندك مخالفه. وهي؟ لا انا اقول لك، لو انت تقول لي. لا تقول لي. انا اقول لك، هذا يعتبر غلق للمسار الايمن من الشارع، واذا انتبهت عليه كانت اكو مركبه امامك اني مشيتها. صحيح. 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 وغلق المسار الايمن من الشارع مشكله. صحيح. تعليقك ونصيحتك لنفسك اولا والى سائقي المركبات ثانيا. والله الالتزام للامان. عاشيدك. الالتزام لانه تلزم انت بالنسبه لنفسك يعني. عاشيدك. مو للاخرين. تمام. وانا اسف للمخالف. انا اتمنى ومستعد للغرامه. لو كل سائقي المركبات هيك كان احنا بخير. طبعا هي الغرامه انه. لانه وبالتالي تعرف انت هسه حاليا اكو اشخاص يريدون يتوجهون من هذا المسار الغير مسار، وانت غالق الطريق عليهم. انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه، توكل على الله.